محدش يجرب مصر خاصة إذا طلب الأشقاء أن نكون معهم. على الجانب الآخر، رئيس الصومالي حسن شيخ محمود قال إن بلاده تعتبر مصر حليفا تاريخيا وشريكا استراتيجيا، وقال إن إحنا لدينا رغبة في العمل مع مصر ولدينا إمكانات وفرص كبيرة، ولن نسمح لأي دولة الاستيلاء على أراضيها على أراضينا بما في ذلك إثيوبيا أو أي بلد آخر. نسمع ما قاله الرئيس الصومالي. أود أن أشكر السيد الرئيس السيسي على الدعم الفوري والذي لا يتزعزع للحكومة المصرية في إدانة محاولة إثيوبيا غير القانونية لتقويض السيادة وسلامة الأراضي الصومالية وفقا في الاتفاق الذي وقع في أول من يناير 2024، وهذا يأتي في الوقت الصعيب، وكذلك يضمن أن الالتزام بالقانون الدولي. وكذلك هذا نفس الدعم القوي والملزم الذي نتلقاه من جميع شركائنا الدوليين والإقليميين الذين أكدوا جمعا الحاجة المطلقة لإثيوبيا لأن تلتزم بالقانون الدولي وتحترم سلامة الأراضي الصومالية وسيادتها. البحر الأحمر هو جزء أساسي من التجارة العالمية والأمن، ويقدم وكذلك يقدم فرصا حالية ومستقبلية لجميع البلدان خاصة لدول الجوار التي تطل على البحر الأحمر وكذلك الخليج العربي. الصومال لديها إمكانيات وفرص كبيرة بها، ولن نسمح لهذه الأراضي أن تستولى عليها دولة أخرى دون موافقة الدولة الصومال ذات السيادة بما في ذلك إثيوبيا أو أي بلد آخر. رئيس السيسي أيضا خلال هذا المؤتمر الصحفي وجه رسالة للمصريين بشأن استقرار الدول، وقال إن الدول عندما تتعرض لموجات من عدم الاستقرار فهذا أمر يأخذ 20-30 سنة كي تعود الدول، فالمشاكل يمكن مواجهتها ولكن حالة عدم الاستقرار تؤدي إلى انهيار الدول. نسمع ما قاله الرئيس. وهنا يهمني أقول رسالة للمصريين، سامحني أن أنا هستفيد بده. الصومال دخلت في مشكلة سنة 90-91، ومن 91 لغاية النهاردة استمرت مشاكل وتحديات عصفت بقدرات دولة لمدة أكتر من 30 سنة ودايما احنا لما بنتكلم بنقول يا ناس يا دول، خلي بالكم من بلادكم وحافظوا على استقراركم وحافظوا على بلادكم. أي تحدي ممكن يتم مجابهته طالما الدولة مستقرة وآمنة، عندما تدخل الدول في حالة عدم استقرار بتدخل ما بترجعش بسهولة، تاخد 20 سنة 30 سنة. الصومال حجم الاقتصاد بتاعها 7 مليون دولار على عدد سكان 25 مليون، ممكن يكون أكتر من كده بشوية، لكن تصوروا لو من سنة 90 للنهاردة الاقتصاد الصومالي بيزيد مليار دولار سنويا، كان زمان رقمها اقتصاديا كام دلوقتي. كل ده مقدرات راحت على شعب الصومال، وتبدأ من جديد تبني وتعيد وتعمر. فالكلام ده للمصريين.